السلام عليكم ومساء الخير والفل والسعادة والأمل إن بكرة يكون أفضل على حضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحياة في مصر. يا رب يا رب نكون ضيوف خفاف النهاردة على حضراتكم. والنهاردة الصبح وأنا بفتح الأخبار كالعادة وبتابع إيه اللي بيحصل في الدنيا من حوالينا، طبعا أكتر حاجة كانت لافتة للنظر على مدار الأيام اللي فاتت كان الإعصار فلورنس اللي ضرب الساحل الشرقي لأمريكا وغرق ولايتين كبار، ساوث كارولينا ونورث كارولينا، سواء بمية المطر أو بمية المحيط اللي غرقت الشوارع، وده كله مع سرعة رياح وصلت ل 150 كيلو متر في الساعة، حاجة كده بتشيل الشجر من الجذور، والخسائر بيقدروها هناك بتريليونات الدولارات. والواحد لما بيشوف ده بيرجع ويقول الحمد لله رب العالمين إن ربنا حافظ بلدنا، لا بنشوف فيها أعاصير ولا براكين ولا تسونامي من بتاع شرق آسيا. لكن عندنا شيء ما يقلش خطورة عن كل مشاكل الطبيعة دي اللي قلتها لحضراتكم، بس مع الأسف من صنع الإنسان، من صنعنا. بتكلم مع حضراتكم عن عدم التركيز في الشغل وكمان عن الإهمال، لأن لما أقرأ النهاردة الصبح إن حصل حادث قطر في شبين الكوم بعد شهرين من حادث قطر البدرشين يبقى لازم وقفة. التقرير الأولية بتقول إن سواق القطر حاول يستخدم الفرامل علشان يوقف القطر، لكن رباط الفرامل اتعطل وما وقفش القطر، وبالتالي القطر فضل ماشي لغاية ما اصطدم بالمصد الخرساني، والحمد لله إنه اصطدم بيه، لأن لو ما فيش مصد خرساني كان القطر اتقلب في الأراضي الزراعية. ومعنى إن الفرامل ما تشتغلش إن في عيب صيانة، وعيب الصيانة معناه إن في خطأ بشري. في رواية تانية كمان بتتكلم عن إن السواق تجاوز السرعة القصوى وتجاوز سيمافور المحطة، وبالتالي سواء السبب ده أو السبب ده فالاتنين معناهم إن حصل خطأ بشري. ولو نتذكر مع حضراتكم حادث البدرشين من شهرين كان برضو خطأ بشري من عامل التحويلة اللي حول القطر الطوالي على سكة فرعية، وده سبب إن عربيتين من القطر اتقلبوا واتصاب 61 شخص. ولولا وقتها ستر ربنا إن النخل اللي على جنب السكة سند العربيات إنها ما تتقلبش كذا مرة وتنزل الترعة كان زمان عندنا لا قدر الله كارثة. نفس السبب برضو العامل البشري هو سبب حادثة قطر المناشي اللي من 7 شهور شهر فبراير في البحيرة، لأن عامل التحويلة برضو فتح سكة قطر الركاب على سكة قطر البضاعة وأدى لاصطدام القطرين ببعض. وهنا العبد لله مش بيعلق المشانق لهيئة السكة الحديد، لكن زي ما بيقال انتقاد وعتاب المحب، واللي بيتمنى إن الهيئة دي تكون أفضل سكة حديد في العالم كله، لأننا كنا تاني دولة على مستوى العالم تدخلها السكة الحديد، قبل فرنسا، قبل اليابان، قبل ألمانيا، وحتى قبل أمريكا ذات نفسها. ومكان بلدنا دي تستحق هي كمان سكة حديد تليق بيها. صحيح بلدنا تعاقدت الفترة اللي فاتت على تطوير السكة الحديد، وده هيعمل إن شاء الله نقلة كبيرة، على الأقل هنشوف قطر درجة ثالثة مكيف، وهنشوف جرارات جديدة بدل الهنشل الألماني اللي من أواخر السبعينات، وكمان أعطال القطارات هتخف إن شاء الله. لكن تبقى الأخطاء البشرية مرة تانية وتالتة وكمان 10، لأننا لو جبنا التي جي في بتاع فرنسا اللي بيمشي على سرعة 650 كيلو متر في الساعة مع عامل تحويلة مش مركز فبرضه هيدمر الدنيا. وهنا لازم نرجع للتدريب، فالتدريب ثم التدريب، ومع التدريب كمان نقلل بعض الإمكان اعتمدنا على العامل البشري زي باقي دول العالم ونعتمد أكتر على التكنولوجيا، لأن التجربة أثبتت إنها ما بتغلطش. ربنا يحفظ بلدنا من آفة الإهمال ونشوفها دايما سالمة مطمئنة، اللهم آمين. لك يا مصر السلامة واسلمي في كل حين. ربنا يحفظ بلدنا يا رب العالمين. واسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نبدأ الانترو الإخباري في الحياة في مصر من الخبر اللي كلمت حضراتكم عنه في المقدمة، حادث قطر شبين الكوم النهاردة.
لأن الدكتور هشام عرفات وزير النقل كلف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد إنه يشكل لجنة فنية تقف على أسباب حادث قطر شبين الكوم. هيئة السكة الحديد كانت أعلنت عن سقوط عجلة البوجي الأمامي لجرار قطر ركاب طنطا القاهرة في محطة شبين الكوم الجديدة، وإن حركة سير القطارات الحمد لله ما تأثرتش لأنه كان داخل حوش التخزين، ونتج عن الحادث كدمات بسيطة لبعض الركاب، والحمد لله إن ما حصلش وفيات. مصادر في هيئة السكة الحديد قالت إن حادث القطر ده حصل بسبب تجاوز السواق للسرعة وتجاوز سيمافور قبل محطة شبين الكوم اللي كان بيدي إشارة حمراء للسواق، لكن طبعا السواق ما استجابش لهذه الإشارة الحمراء. الأخطاء البشرية، سواء القطر كان مخطئ وشاف الإشارة الحمراء وما وقفش بالقطر، أو كان في عيب في الفرامل وبالتالي في عيب برضو اللي بيصينه القطر، سواء هنا أو هنا، فدي أخطاء بشرية أتمنى إن احنا نتلافاها في المستقبل حفاظا على أرواح حضراتكم يا مصريين اللي بتركبوا السكة الحديد، لأن السكة الحديد تستاهل إنها تكون في مكانة لائقة بيها. مرة تانية، إحنا تاني دولة في العالم كله دخلنا السكة الحديد قبل أمريكا ذات نفسها. ونروح مع حضراتكم لرئاسة الجمهورية، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة استقبل دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، وكمان سبيستيان كورتس وهو مستشار جمهورية النمسا. ناقشوا في الاجتماعات عدد من الملفات والقضايا المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشكلة الهجرة غير الشرعية. كمان النمسا هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قال إن الرئيس أعرب عن مكانة الاتحاد الأوروبي المهمة بالنسبة لنا كمصر وبالنسبة للسياسة الخارجية لبلدنا، لأنه الشريك التجاري الأول لينا. كمان التحديات المشتركة اللي بتواجههم على البحر المتوسط. قال كمان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة بيننا وبين النمسا، وحرص بلدنا على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين. أما الضيفين الكرام اللي بيزوروا بلدنا فأكدوا على دور مصر في الشرق الأوسط، وإن مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. ده بالنسبة للملف الخارجي. أما بالنسبة للملف الداخلي، فالرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع النهاردة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكمان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتم استعراض تطورات الإنتاج في حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع ده أننا لازم نتبع أحدث الأساليب العلمية في تطوير قطاع البترول، وكمان نركز على العنصر البشري، ورفع كفاءتهم، وكمان نوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير علشان نقلل الفجوة بين الاستيراد وكمان الاستهلاك. نركز على العنصر البشري، ده قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع البترول والثروة المعدنية بخصوص حقل ظهر للغاز الطبيعي. العنصر البشري برضو نركز عليه في تدريبه وتأهيله في السكة الحديد، ونركز عليه في الزراعة، ونركز عليه في الصناعة، في كل مجال لو دربنا العنصر البشري كويس مش هنشوف قدامنا حوادث من اللي بنسمع عنها كل يومين والتالي. يا رب نشوف ده قريب بإذن الله. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النهاردة طبعا وهو وزير الإسكان برضو قام بجولة ميدانية تفقد فيها حي الأسمرات في المقطم، وطالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمسؤولين في المحافظة إنهم يسرعوا من الانتهاء من مشروع الأسمرات 3، وقال لهم إن في التزام أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع، وإن المطلوب حاليا 24 ساعة شغل لأنه تم سداد كل المستحقات المالية، وبالتالي مش هنسمح بأي تأخير. الدكتور عاصم الجزار وهو نائب وزير الإسكان قال إن المرحلة الثالثة من المشروع الأسمرات اللي بيتم تنفيذها حاليا دي بتتضمن إنشاء 7304 وحدة سكنية بقيمة حوالي 580 مليون جنيه، وكمان توصيل المرافق للوحدات دي. وكمان رئيس الوزراء تفقد أعمال تنفيذ الوحدات السكنية في مشروع روضة السيدة اللي هو كان تل العقارب في السابق، واللي بيجي من ضمن جهود تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في بلدنا. طالب كمان رئيس الوزراء الشركة المنفذة للمشروع برضو انها تسرع من الانتهاء من التنفيذ، بالاخص ان جميع المستحقات المالية للشركة
تم صرفها. وبينضم لي عبر الهاتف سعادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سعادة السفير أهلا وسهلا بيك، مشرفني بالتأكيد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. لو أرجع مرة تانية للقاء السيد رئيس الجمهورية بالسيد رئيس الوزراء وطبعا معالي وزير البترول والثروة المعدنية والتشديد في البداية على العامل البشري لازم تدريبه زي ما كنت بتكلم في مضمون الخبر، تفاصيل أكتر يا فندم. لا يعني هو طبعا مسألة التدريب هي مسألة أصبحت مهمة في كل القطاعات في الوقت الحالي، لأنه بدون التدريب مش هنقدر نستخدم أدوات تكنولوجية أحدث، نستخدم أساليب عمل أفضل. يعني هو طبعا التدريب هيبقى مطلوب في كل القطاعات، وأعتقد أنه ده بيسري يعني أو بيتم العمل به في كثير من القطاعات، والدولة مهتمية كمان بمسألة التعليم الفني انها ضمن منظومه التطوير التعليم يكون احد جوانب التطوير هو ما يخص التعليم الفني، سواء بالشراكه مع قطاع خاص او يعني بشكل منفصل. ايه اللي هيحصل بالظبط في التعليم الفني؟ لان العبد الله انا مهتم جدا بموضوع التعليم الفني وشايف ان فيه لو نجحنا في تنفيذه بشكل كبير دربنا طلابنا في التعليم الفني على ارض الواقع عملي اعتقد ان بلدنا هتتغير بشكل كبير زي ما حصل في المانيا. في الحقيقه يعني اكثر من اتجاه فيما يتعلق بالتعليم الفني، يعني في عدد من المدارس التعليم الفني اللي تمت بالتعاون مع قطاع خاص بحيث انه بيبقى تعليم فني موجه في صناعه محدده، في بعض من خلال صندوق تطوير التعليم في مجمعات صناعيه في بعض المحافظات تم انشائها، وايضا بالتعاون مع مؤسسات اجنبيه او بيوت خبره اجنبيه بحيث انه بناخد البعض من الخبرات الدوليه في هذا الشان. لكن طبعا منظومه التعليم زي ما قلت لحضرتك انه في يعني سينال التعليم الفني جانب من هذا الموضوع ان شاء الله في المنظومه الجديده، من حيث طبعا التوسع فيه ومن حيث تطويره وانه يبقى يعني اكثر فعاليه من الاول. جميل جدا يا فندم، اتمنى نشوف ده قريب ان شاء الله مع منظومه تطوير التعليم العادي ان شاء الله من وزير التربيه والتعليم. لو نروح مع حضرتك يا فندم لجوله السيد رئيس الوزراء النهارده في المناطق الحمد لله اللي كانت عشوائيه واصبحت دلوقتي مكان يليق بحياه البني ادمين اهالينا الكرام اللي كانوا عايشين حياه صعبه في السابق، بنتكلم على الاسمرات 3 او حتى تل العقارب اللي تم تحديثها الحمد لله. يعني حركة دي كلها مشروعات هي في صميم توجه الدولة بتطوير العشوائيات. احنا طبعا شفنا يعني قد كده اكتر من مشروع وتم بنجاح زي الاسمرات وزي غيرها، ولكن احنا بنتكلم ان ده يعني التزام من الدولة، التزام مستمر الى حين الانتهاء من كل المناطق الغير آمنة وتطويرها بحيث انه تحويلها الى مناطق سكنية ملائمة ويكون فيها خدمات مختلفة سواء فيما يتعلق بالتعليم أو محطات تجارية أو يعني ترفيهية. يعني المطلوب أن يكون هذه المنطقة فيها كل الخدمات المطلوبة وتبقى سكن مريح ومناسب وملائم لأهالي الأهلين اللي اضطروا ان هم يعني يتنازلوا او يسيبوا اماكنهم الاول. عجبني جدا كلام رئيس الوزراء بقوه، مع طبعا رئيس الوزراء يتكلم بقوه بالتاكيد لكن كلامه بقوه انه مع الشركات ان انتوا خدتوا المستحقات بتاعتكم، خدتوا فلوسكم، عايزين نشوف سرعه في الانجاز لاننا ملتزمين بوقت معين، سرعه الانجاز. طبعا احنا بنتكلم اولا على جداول زمنيه لكل مشروع، وبنتكلم على انه في تكليف من السيد الرئيس وانه في متابعه، وانه السيد رئيس الوزراء بنفسه بيتابع زي ما حضرتك شفنا النهارده. يعني الجوله كان الهدف منها المتابعه الميدانيه على ارض الواقع اللي تم، ويمكن تفقد بعض الوحدات بنفسه، فهو يعني الاطمئنان الى ان جدول التنفيذ بيسير وفق المعدل الموضوع، وايضا الجوده التي يخرج بها هذا المشروع للناس بحيث ان احنا بنقدم افضل جوده ممكنه وافضل سعر ممكن. أنا عايز أروح مع حضرتك للجزء اللي أنا ابتديت بيه، الخبر الأولاني اللي ابتديت بيه وهو حادثة شبين الكوم النهارده، وما أطلبه من مجلس الوزراء وبالتأكيد أنتوا بتعملوا في الموضوع ده، ولكن يعني نصيحة المحب زي ما بيقال، وهو
زيادة في تدريب أهالينا العاملين في السكة الحديد أكتر وأكتر، لأن العامل البشري ظهر النهاردة في حادثة النهاردة، وظهر في الحادثة بتاعة البدرشين من شهرين، وظهر برضو في حادثة قطر المناشي اللي كانت في البحيرة اللي من 7 شهور، كانوا الثلاثة بسبب عامل بشري. فتدريب العامل البشري زي ما كنت حضرتك بتتكلم في البداية شيء مهم للغاية، بالأخص كمان في السكة الحديد. احنا طبعا موضوع العامل البشري في سكه حديد، يعني يمكن الاسبوع الماضي واللي قبله كان هناك اكثر من اجتماع للسيد رئيس الوزراء مع هيئه السكه الحديد والمسؤولين في قطاع النقل. دايما الحديث بيبقى اكثر من جانب. اولا احنا بنتكلم على تطوير هيئه السكه الحديد وتطوير عملها، لكن احنا مش بنتكلم على التطوير الاداري فقط، ولكن تطويرها من الناحيه الفنيه. يمكن بعض خطوط القطارات يعني جاري العمل على انها يتم ميكانتها بحيث ان تبقى نظم الامان ونظم الاشاره فيها مميكنه، ولكن البعض الاخر ما زال يعمل بالنظم القديمه يعني التي موجوده من فتره طويله، وبالتالي كان هناك توجيه واضح وصريح بانه يجب ان يكون هناك مراقبه ومتابعه لكل العاملين على هذه الخطوط. نعم. بحيث انه يعني لازم يكون في نتلافى الحوادث اللي احنا بنسمع عنها كل يومين والتالي. بالتاكيد جزيل الشكر يا فندم، ويا رب ان شاء الله ما نشوفش في بلدنا اي حوادث ان شاء الله. جزيل الشكر سعاده السفير اشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. واسمحوا لنا مشاهدي الكرام نروح لفاصل ونستكمل بعده اخبارنا في الحياه في مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام في الحياه في مصر، وبنستكمل مع حضراتكم اخبارنا والخبر اللي جاي من ائتلاف دعم مصر، لان النهارده النائب عبد الهادي القصبي اعلن ترشحه لرئاسه ائتلاف دعم مصر. طبعا امبارح حضراتكم تابعتم معانا ان النائب محمد السويدي رئيس الائتلاف اعلن عدم ترشحه مره تانية لرئاسه ائتلاف دعم مصر في الدوره طبعا اللي جايه. ده علشان يفسح الطريق امام الكوادر الجديده اللي موجوده في الائتلاف انها تطلع. وكمان النائب السويدي دعا اعضاء الائتلاف في بيان ليه علشان يحضروا جمعية عمومية مقرر إنها تتعمل بكرة إن شاء الله علشان اختيار رئيس جديد لائتلاف دعم مصر. هنشوف بكرة إن شاء الله إيه اللي ينتج من هذه الجمعية العمومية. ونروح لجولة وزيرة الصحة، لأن النهاردة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تفقدت الأعمال الإنشائية والتجهيزات في وحدة صحة بور فؤاد 2. وخلال الجولة وزيرة الصحة وجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المواعيد المحددة، وطبعا بتتكلم على 30 أكتوبر اللي جاي إن شاء الله. أعربت كمان وزيرة الصحة عن استيائها من بطء الأعمال الإنشائية للمستشفى، وأكدت كمان الوزيرة أنه تم تذليل كل العقبات قدام إنجاز الأعمال دي ووفقا للأكواد العالمية علشان بناء المستشفيات. وزيرة الصحة طلبت كمان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه يعمل اجتماع مع المسؤولين عن تنفيذ الأعمال الإنشائية علشان يتابع سرعة إنشاء هذه المستشفيات. طب نتابع جزء من تصريحات وزيرة الصحة أثناء زيارتها النهاردة لبورسعيد. حريصين إن احنا نكون متواجدين بشكل دوري في بورسعيد علشان مشروعات الإنشاءات بالذات، ونتواصل بشكل دائم مع معالي المحافظ، وفي فرق بتيجي من وزارة الصحة للمتابعة سواء كان علشان البنية التحتية أو التجهيزات أو القوى البشرية. النهاردة كنا بنشوف أكتر مستشفيات، وطبعا عدينا على وحدة بور فؤاد علشان نطمن على نسب الإنجاز والأعمال. الحمد لله كله ماشي كويس جدا، شوية تحديات في مستشفى بور فؤاد، واحنا هنقعد مع الشركة المنفذة ان شاء الله بكرة. احنا قعدنا معهم كذا مرة، والنهاردة برضو لنا ملاحظات في الانتهاء من جدول الأعمال. بالنسبة للتأمين الصحي ده كان حلم سيادة الرئيس بيحاول الشعب المصري كله. التأمين الصحي مش موضوع ان هو أدوات وأجهزة ومباني، لا، التأمين الصحي عبارة عن الصف زي ما قالت معالي الوزيرة، الصف تمريض، الصف أطباء اللي بتأهله حاليا في الخارج دلوقتي. احنا دلوقتي في مصر دلوقتي بنعيش حلم كنا نفسنا يتحقق من 50 سنة. أنا بحمد ربنا إن أنا ربنا أعطاني عمر إن أنا عشت وشفت التأمين الصحي بيطبق عليا وعلى أولادي وعلى أحفادي وعلى الشعب المصري. ونروح مع حضراتكم من بورسعيد لديار بنجم في الشرقية، لأن حضراتكم بالتأكيد تابعتم من امبارح حادث ديار بنجم. النهاردة
نيابة الزقازيق اتحفظت على 15 من العاملين في مستشفى ديار بنجم، بينهم أطباء وممرضين وفنيين في وحدة الغسيل الكلوي، في وقعة الإهمال والتقصير اللي حصلت امبارح ونتج عنها مع الأسف وفاة 3 من أهالينا الكرام وإصابة 13 آخرين أثناء التواجد على أجهزة الغسيل الكلوي. الدكتور عبد المنعم أبو شرخ وهو عميد كلية الطب في جامعة الزقازيق أكد استقرار الحالة الصحية للمصابين والمحتجزين في العناية المركزة، ومن المقرر إن شاء الله خروج عدد منهم النهاردة أو بكرة. ونروح مع حضراتكم لمهرجان الفضائيات العربية، لأن إدارة مهرجان الفضائيات العربية كرمت في دورته التاسعة امبارح عدد من القنوات الفضائية من بينها شبكة تلفزيون الحياة وقنوات أون إي وأون سبورت، وده كان بحضور العضو المنتدب لإعلام المصريين المهندس حسام صالح. كمان تم تكريم عدد كبير من نجوم الإعلام والفن زي الفنانة نادية الجندي عن مشوارها السينمائي واللي بلغ ما شاء الله طبعا 70 فيلم. كمان تم تكريم المخرج محمد عبد العزيز عن أعماله اللي تجاوزت 67 فيلم و20 مسلسل، ما شاء الله بالتأكيد. نتابع مع حضراتكم تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. شبكة قنوات الحياة وتتسلم التكريم الإعلامية شيرين سليمان. رغم المنافسة القوية لكنها تبقى القناة رقم واحد في مصر بجمهورها ومشاهديها، ظلت تتصدر قناة الحياة المهرجانات وتحصد الجوائز، حيث كانت ضمن أفضل القنوات المصرية هذا العام بمهرجان القنوات الفضائية في دورته التاسعة. كما حصدت مجموعة قنوات أون جائزة المهرجان، وتسلمها المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بإعلام المصريين. قناة أون إي، ويتسلم التكريم الرئيس التنفيذي لأون إي الأستاذ حسام صالح. لمن قدمته من أعمال خلال الفترة الماضية. أكيد طبعا مبسوطة بتكريم النهاردة، لأن شخصية سماح يمكن من أكثر الشخصيات إجهادا بالنسبة لي، فأكيد لما ببقى بكرم عن شغل تعبت فيه أكيد دي حاجة كويسة. أنا اتخضيت بردود الأفعال أصلا على دور سماح. من ناحية في الأول كنت مبسوطة قوي إن الناس بتشتمها ومدايين منها ومتفاعلين قوي ومتوحدين قوي مع الشخصية ومصدقين الشر اللي فيها، وبعد كده فجأة ابتديت سماح تصعب عليا، فابتديت لما الناس تشتم سماح أنا أتضايق، لان في الاخر انا اللي مطلع على تاريخ الشخصيه كامل. محدش بيتوقع حاجه، احنا بنتوكل على الله نشتغل، واللي عايزه ربنا هو اللي بيكون. ده الحمد لله ردود الافعال كانت اكتر من عظيمه، يعني الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد رب دايما. انا سعيده جدا بوجودي في مهرجان القنوات الفضائيه في الدوره التاسعه، وسعيده اكتر ان انا يعني بتكرم على دوري في مسلسل عوالم خفيه امام الزعيم عادل امام ومع المخرج رامي امام. طبعا يعني تنظيم جيد جدا، دي السنه التاسعه، فاكيد اكيد كل سنه بنتعلم من السنه اللي قبلها. كما شهد المهرجان حضور العديد من النجوم والفنانين والنقاد كالنجمة نادية الجندي ولبلبة. تحية كبيرة لنجمة الجماهير نادية الجندي. وأمير قرارة الذي حصد جائزة أفضل ممثل وفق رأي النقاد، وياسر جلال هو الآخر جائزة أفضل ممثل وفق نتيجة التصويت، وغيرها من الجوائز لعدد من النجوم. أكيد مبسوط أنه واخد جائزتين، فدي حاجة بالنسبة لي كبيرة قوي. بشكر جمهور طبعا الأول، وبشكر كل الناس القائمين على مهرجان الفضائيات العربية. واخدين جائزة أحسن ألبوم الراجل وأغنية سنجل أهد الدنيا، فطبعا أكيد مبسوط. أكيد مرسي لإدارة المهرجان. المرة دي يمكن خامس أو سادس سنة على التوالي بنحصد جائزة أحسن مصمم أزياء. عايز أقول إن إحنا في مصر عايزين إنتاج أكتر، عايزين نشتغل أكتر. أنا بكون سعيد جدا لما باخد تصويت من الجمهور، هي دي الجائزة الحقيقية. بحمد ربنا وبشكره على التوفيق اللي حصل لنا في مسلسل رحيم. بشكر الجمهور إنهم صوتوا لي إن أنا آخد أحسن ممثل دور تاني، دي حاجة عظيمة، يمكن دي أعظم جائزة أنا شايف ان انا خدتها بصراحه. اي تكريم هو يعني يدفع كده للروح المعنويه لاي فنان بيتعب وبيجتهد. التكريم بيقول له ان انت عملت حاجه كويسه،
سعيد جدا بالتكريم النهارده، وتحديدا ان هو عن مسلسل الوصيه اللي انا بعتبره تحدي في مشواري الفني القصير. اطلالات مميزه للنجمات التي حضرن المهرجان، خاصه على الريد كاربت، ليبقى مهرجان القنوات الفضائيه واحدا من اهم المهرجانات التي تشهدها مصر. ألف مبروك طبعا لكل المكرمين، وشيء محترم قوي ان انت تشوف يعني الفنانه ناديه الجندي عندها 70 فيلم ما شاء الله، بتتكلم على المخرج محمد عبد العزيز 67 فيلم و20 مسلسل، بنتكلم على النجوم بقى العظام بتاعنا القدام، بنتكلم على اسماعيل ياسين عنده مئات الافلام، انا سمعت رقم ان عنده 800 فيلم، تخيلوا تخيلوا لما ممثل مصري يعمل 800 فيلم، حاجه كده اللي هو لو قعدت تعرض له فيلم كل يوم هتقعد سنتين او قرابه 3 سنين، حاجه مهوله بالتاكيد. عندنا ثراء فني، وده قوه نعمه كبيره لبلدنا، انتشرت طبعا او عملت لنا انتشار في كل الوطن العربي. يا رب نرجع للمكانه بتاعتنا دي مره تانية. ونروح مع حضراتكم لخبر من وزاره الزراعه. النهارده الدكتور عز الدين ابو ستيت وهو وزير الزراعه واستصلاح الاراضي افتتح معرض صحارى الزراعي الدولي في ارض المعارض في القاهره الجديده، وتفقد الوزير المعرض للتعرف على مشاريع الشركات الزراعية. شهد كمان المعرض مشاركة 200 شركة مصرية في كل مجالات الزراعة و55 شركة عالمية. اسمحوا لنا نتابع تفاصيل أكثر عن المعرض في التقرير اللي جاي. في خطوة نحو خلق فرصة جيدة لتبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة بين المهتمين بمجال الزراعة، افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض صحار الزراعي الدولي الأكبر في مصر والشرق الأوسط في نسخته 31، والذي تستمر فعالياته حتى 19 من سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 600 شركة مصرية وعالمية من 45 دولة. ده أكبر معرض عملته صحاري منذ بدايتها في أوائل الثمانينات، وكمان المكان الحقيقة مكان كبير ويسمح بتقديم المنتجات بصورة ملائمة للزائرين والمنتجين الزراعيين عشان يقدروا يستفيدوا من أنهم يقارنوا ما بين كافة الأنواع الخدمات والسلع والمعدات اللي بيتم تقديمها عشان يكون اختيارهم الاختيار الأمثل. الوالد كان ابتدى الفكرة دي من 30 سنة بفكرة استصلاح الأراضي الزراعية في الصحراء، لأن ده كان موضوع جديد، وكان مصر بتحاول تطبق نظام اللي هو استصلاح الأراضي الزراعية الصحراوية والطرق الحديثة في الزراعة مش الطرق التقليدية. معرض صحاري شهد مشاركة عدد كبير من شركات الأسمدة المتخصصة التي تحرص على تقديم كل ما هو جديد في عالم الأسمدة دعما للمزارع المصري، حيث أن استضافة مصر لهذا المعرض يؤكد ريادتها لتكون نقطة الانطلاق الدائمة لهذا العرس الزراعي المهم، باعتبارها أيضا من أهم الدول الزراعية في المنطقة. اهتمام الحكومة بالزراعة، في نفس الوقت اهتمام الشركات العالمية بمصر كبلد نامية تعتبر من الدولة الأكبر في البحر المتوسط في زيادة الرقعة الزراعية في إنتاج الزراعي، فبالتالي كل الشركات العالمية في إنتاج البذور بتهتم إن هي تيجي مصر. اسم معرض صحارى اسم كبير جدا، يعني مشهور على مستوى أفريقيا بأكملها، من أكبر المعارض في هذا المجال في مستوى أفريقيا، وده يعني انديكيتور او يعني دليل ان مصر يعني في المجال الزراعي يعني عندها قفزه استثماريه عاليه جدا، واهتمام المستثمرين بالمجال الزراعي وايمانهم بان هو ده يعني المجال اللي هم يقدروا يستثمروا فيه فلوسهم في الايام اللي جايه ان شاء الله رب العالمين. بحث تطوير اليات الزراعه المصريه يعد من اهم اولويات المعرض، والذي يتيح للمشاركين والزائرين الاطلاع على الجديد من التجارب والأدوات والمستلزمات الخاصة بالإنتاج الزراعي. أحمد عبد الستار، الحياة في مصر. وعلى المعرض ده بينضم لي عبر الهاتف الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. يا أهلا وسهلا بك يا دكتور حامد، مشرفني في الحياة في مصر. أهلا كمال بي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. لما يكون معرض بيتعمل علشان الصحاري واحنا بلد 94 مع الاسف طبعا 94% من اراضينا اراضي صحاري، وبنهتم بشكل مهم جدا او بشكل كبير ان احنا
نزرع الصحارى دي علشان نزود النماء اللي موجود في بلدنا، فده شيء محترم بالتأكيد من حضراتكم ان انتوا تعملوا المعرض ده. بس كون ان يشارك 200 شركة مصرية كتير ما شاء الله، كلمنا اكتر عنه. هو طبعا معرض صحارى يا كمال بيه الحقيقة بيعتبر من اهم المعارض الزراعية اللي بتقام كل سنة دلوقتي على ارض مصر، والحقيقة هو معرض يعني نعتبره معرض يمكن دولي، لانه طبعا رواده ليس من المصريين لكن من العرب والاجانب، واصبح ليه شهره واسعه الحقيقه. في 55 شركه دوليه. ميزه اولا ده يدل على طبعا الميزه اللي بتتمتع بها مصر، وجو الامن والامان والاستقرار اللي هو موجود اللي بيتيح اقامه مثل هذه المعارض، ده شيء طبعا جيد يعني. لو على ان المعرض الحقيقه بيضم كل الشركات العامله في المجال الزراعي، ودي بتبقى فرصه الحقيقه لاي مستثمر او اي مواطن عاوز يشتغل في هذا المجال، انه يبقى امامه كل المنتجات الزراعيه، من الات، من معدات، من بذور، من مبيدات، من اسمده، ويتعرف على احدث التقنيات في هذا المجال. ده شيء محترم بالتاكيد، ويعني انتاج البذور وشركات الاسمده المتخصصه اللي موجوده برضو في المصنع في المعرض ده شيء محترم للغايه. كان معايا نقيب عامل فلاحين من يومين بالظبط في الاستوديو، وكان بيكلمني على الاسمده وعلى البذور، وكان بيكلمني شكوى يا دكتور حامد ان البذور اللي موجوده في السوق اغلبها مش من وزاره الزراعه، بيجيبوها من شركات من بره. شايف ده ازاي؟ لا هو احنا بالنسبه زي الطماطم مثلا للتداول الخاصه بالمحاصيل، المحاصيل الحقل يا كمال بيه احنا اللي بننتجها. انا فاهم المحاصيل يعني الاستراتيجيه انتوا بتنتجوها، انا عارف. القطن بالارز بالفول بالذره بكل المحاصيل الحقليه احنا اللي بننتجها، عندنا المحطات البحثية ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، الحقيقة ليه دور كبير في هذا المجال. وطبعا القمح، كل التقاوي الخاصة بالمحاصيل الحقلية، لكن يمكن تقصد حضرتك البذور الخاصة بمحاصيل الخضر، دي فعلا بيتم استيرادها من الخارج. لكن طبعا توجيهات مع الوزير ان احنا نتجه دلوقتي لإنتاج التقاوي محليا، وطبعا برضو سواء كانت التقاوي حتى لو مستوردة من الخارج، حضرتك في معايير ضابطة جدا بحيث نتأكد من سلامة هذه البذور اللي هي بتدخل مصر. يعني حاجة زي الطماطم، هو كان بيكلمنا على الطماطم بيجيبوها من شركات أو من محلات من بره بعيدة عن وزارة الزراعة، ده طبيعي ولا؟ ما أنا قلت لحضرتك تقاوي الخضار بصفة عامة يعني، ليست الطماطم فقط يعني. لكن برضو موضوع الطماطم أصل ده موضوع خاص الحقيقة، وحالة خاصة يعني، مش عاوزين نعممها على كل التقاوي الموجودة في السوق، لأنه الموضوع دي يعني اعتبارات كثيرة جدا وبيتم دراستها الآن. طيب عايز اسال حضرتك على برضو حاجه مهمه للغايه، وهي الحمله القوميه لتحصين وتطعيم الماشيه اللي موجوده في بلدنا، تفاصيل اكتر عنها. طبعا ده شيء جيد ورائع جدا الحقيقه. انا بقول لحضرتك يا استاذ كمال، لاول مره بيحصل في مصر يكون في حملات قوميه لتحصين المواشي على مستوى الجمهوريه. يمكن انا باكد لحضرتك قبل كده كان بيحصل تحصين، ولكن ليس له توقيتات معينه، وبيكون التحصين عباره عن رد فعل لظهور بعض الامراض. لكن لما يبقى في حملات قوميه لتحصين المواشي على مستوى الجمهوريه، ده عمل حقيقي بيتم لاول مره في مصر. يمكن احنا في 2017 نفذنا ثلاث حملات قوميه، كان في حمله في شهر ابريل، وحمله في شهر يوليو، وحمله في شهر نوفمبر 2017، والسنه دي نفذنا حمله في شهر ابريل الماضي، ودي الحمله الخامسه او الحمله الثانيه في عام 2018. هي طبعا بدأت بالأمس، وتم تحصين الماشية في جميع المحافظات في وقت واحد ضد الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع. طبعا أنا من خلال برنامج حضرتك بأهيب بكل المزارعين إن هم يتعاونوا مع الحملة. أيوة يتعاونوا إزاي بقى؟ ده اللي كنت هسأل حضرتك عليه. بيت لبيت. ده اللي كنت هسأل حضرتك عليه، يتعاونوا إزاي؟ يعرفوا إزاي عن الحملة؟ يعني انا الحمله لما تروح، الحمله لما توصل للفلاح وتطلب منه يخرج المواشي بتاعته للتحصين يستجيب. لان احنا كان الاول يمكن حضرتك تذكر الحمله تروح تقعد عند مثلا العمده او عند المسجد او مركز شباب وينادوا في الميكروفون والفلاحين يبداوا يخرجوا مواشيهم. دلوقتي لا، الحمله بتروح لك لغايه البيت. تمام. بتخبط عليك، كل المطلوب منك انك تخرج المواشي
علشان تتحصن، عشان نحمي الثروه الحيوانيه بتاعتك وبتاعت مصر. دي حاجه تانية، لازم تستجيب لعمليه التسجيل والترقيم، لان دي مهمه جدا. التسجيل والترقيم كمان دي مهمه قوي، علشان يبقى عندنا حصر دقيق لتعداد الماشيه على مستوى الجمهوريه. وعلشان انا بشارك حضرتك في النداء بالتاكيد بالنسبه لاهالينا الفلاحين للثروه الحيوانيه، بالنسبه لاهالينا الفلاحين يتم بناء الخطط الحيه لهذه الثروه الحيوانيه بصفه عامه. انا بشارك حضرتك بالتاكيد نداء لاهالينا الفلاحين سواء في الوادي او في الدلتا او في اي مكان في مصر، سرعة التواجد طبعا في البيوت والتواصل مع الحملة القومية دي علشان يحصنوا الماشية اللي موجودة من أي أمراض لا قدر الله ممكن تحصل. جزيل الشكر الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. واسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل ونستكمل بعده أخبارنا في الحياة في مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في الحياة في مصر، وبنستكمل مع حضراتكم أخبارنا وخبر متعلق بقواتنا المسلحة، لأن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2019. اللواء أشرف عطية عبد الباري مدير إدارة التجنيد والتعبئة أعلن عن الموافقة على قبول الدفعة الجديدة من المجندين في مؤتمر صحفي النهاردة. قال فيه أنه هيتم قبول الدفعة الجديدة دي من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من 25 سبتمبر الحالي، ده وفقا للشروط الخاصة بالمؤهلات المختلفة وتواريخ التخرج. ونروح مع حضراتكم للأزهر الشريف وحملة عاشروهن بالمعروف اللي أطلقتها مؤسسة الأزهر، لأنها لسه بتواصل فعالياتها بنشر عدد من الفيديوهات للتوعية بأداب وسلوكيات المعاملات داخل الأسرة المصرية بين الزوجين. وفي رسالة جديدة أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف النهاردة بهدف طبعا التوعية بخطورة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومستقرة. الرسالة الجديدة دي تناولت موضوع الروتين الأسري باعتباره واحد وأحد أهم الأسباب اللي ممكن يؤدي لتزايد لا قدر الله طبعا الخلافات وغياب المودة ما بين الزوجين. دعت الرسالة النهاردة لضرورة كسر الروتين ده بأي طريقة وتجديد نمط الحياة الزوجية، وده أسوة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي اتسمت معاملته لزوجاته بحسن المعاشرة والتجديد الدائم. اسمحونا مشاهدينا الكرام نشوف مع حضراتكم الفيديو اللي جاي ضمن حملة الأزهر الشريف. طبيعي في الحياة الإنسان لما بيمارس حاجة أكتر من مرة بيشعر بعد فترة معينة بنوع من الملل. الإنسان لما الراجل أو الست يعني لما بيلاقي من مراته أو الراجل يلاقي من مراته أو الست تلاقي من جوزها عادات متكررة من غير تجديد للحياة، من غير ما يجدد مية الحياة، بيحس إنه في نوع من الملل، في نوع من الروتين القاتل اللي بيصحى عليه هو اللي بينام عليه، اللي بيعمله النهاردة هو اللي بيعمله بكرة، نفس الكلام بيتكرر. لكن احنا لو لاحظنا سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وازاي كان عايش في حياته وازاي كان بيعامل زوجاته هنعرف انه كان بيجدد حياته كل شوية. تلاقي مثلا مرة يأكلها بإيده، تلاقي مثلا مرة يقول لها تعالي أنا سبقك. الكلام ده لازم يبقى موجود في حياتنا، لازم نكسر الروتين اللي موجود في حياتنا بأفعال تكون جديدة تجلب أو تدخل على حياتنا البهجة والسعادة والسرور. مفيش مانع أبداً أن أنا أكلمها كلام مختلف، مفيش مانع أبداً أن أنا أخرجها خروجة مختلفة، مفيش مانع أبداً أن إحنا نحاول نعمل مشروع على أي مستوى، سواء مشروع فكري، مشروع علمي، مشروع اجتماعي بشكل مختلف، علشان نكسر حدة الروتين في حياتنا وعلشان نحافظ على أسرنا ونمنع الطلاق. ونروح مع حضراتكم للحديث عن ثقب الأوزون وإزاي نحافظ على طبقة الأوزون اللي بتحمي الأرض. النهاردة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قالت إن الوزارة بتحاول ابتكار طرق جديدة لزيادة الوعي عند المواطنين المصريين، وبدأت في التنسيق بالفعل مع وزارة التعليم العالي علشان تدخل الجامعات بدءا من العام الدراسي الجديد، كمان تشكيل فرق لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات التخرج اللي ممكن تطبيقها على أرض الواقع في مجالات طبقة الأوزون. وزيرة البيئة قالت التصريحات دي خلال افتتاح أو احتفال الوزارة النهاردة باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون بمناسبة مرور 31 سنة على توقيع بروتوكول مونتريال. وقالت كمان الوزيرة إن التزامات مصر كثيرة بالاتفاقيات الدولية وكلها بتصب في الحفاظ على صحة المواطن. اسمحوا لنا نتابع
تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. بعده هنخرج لفاصل واسمحوا لنا نستقبل بعده فقرتنا الحوارية في الحياة في مصر، وهتتعلق بوزارة الشعب كما يطلق عليها، وزارة التموين والتجارة الداخلية. وضيف الكريم اللي هيشرفني في الاستوديو الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين، وحديث يطول عن الأسواق المصرية والحفاظ عليها، وطبعا محاربة الغلاء، غلاء الأسعار أو من يغشون في الأسواق المصرية، بعد الفاصل بمشيئة الله. تحت عنوان ابقى هادئ وواصل، احتفلت وزارة البيئة باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون بحضور عدد من المتخصصين بهذا المجال، حيث تضمنت الاحتفالية عرض إنجازات الوحدة خلال الفترة السابقة خاصة في قضية الحفاظ على طبقة الأوزون. احنا هنا بنشتغل على مجموعة من الإجراءات غير التوعية اللي احنا بنشتغل عليها على مستوى المواطن، ان هو درجة حرارة التكييف مثلا لازم يخليها على درجة حرارة معينة، مجموعة الأجهزة الكهربائية اللي ممكن إن هي يتم تصنيعها، وعشان كده هنلاقي مجموعة من الشركات قدرت إن هي تحصل على جوائز لأن الأجهزة دي بقت متوافقة بطريقة صحيحة جدا مع الاتفاقية بتاعة الأوزون، بحيث إن هي المواد اللي بتستخدمها لا تستنفذ الطبقة بتاعة الأوزون. الهدف من الاحتفالية هو الحشد لمواصلة العمل النموذجي في حماية طبقة الأوزون والمناخ وفق بروتوكول مونترال، والتأكيد على الجهود الجماعية التي تبذلها الأطراف في اتفاقية فيينا وبروتوكول مونترال على مدى العقود الثلاثة الماضية فيما يتصل لإصلاح طبقة الأوزون. اللي مصر كان لها دور في صياغة هذا البروتوكول أيام العالم الجليل المرحوم مصطفى كمال طلبة، لما كان المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقضية استنفاذ طبقة الأوزون طبعا يعني معلومة للجميع، وفي جهود كثيرة جدا على مدى أكثر من 30 عام علشان تتخلص من المواد الكيميائية والتكنولوجيات اللي هي تسببت في هذه الظاهرة. كما تم خلال المؤتمر إقامة مسابقة للحاضرين بهدف التوعية في المناسبة التي يحتفل بها العالم للحفاظ على طبقة الأوزون، وفي الختام تم تكريم الفائزين ومجموعة من المتخصصين بهذا المجال تقديرا لجهودهم. عمر عبد الحميد، الحياة في مصر.